وبخصوص الالتحاق بطور الماستر، فقد اقتصر استعمال نظام المعلومات المدمج المسمى بروغرس هذه السنة فقط على استقبال الترشيحات لهذا الطور عبر الأرضية الرقمية التي جرى فتحها لهذا الغرض. أما معالجة الملفات ودراستها فقد جرت كما تعلمون على مستوى المؤسسات الجامعية المعنية، حيث أسفرت هذه العملية على الرغم مما شابه من حالات اللبس وغموض أحياناً وحالات توتر أحياناً أخرى، والتي سيتم بحثها ومعالجتها ضمن وقائع هذه الندوة، عن تسجيل 204,000 طالب في الماستر يتوزعون على أكثر من 3730 مسار تكوين. أما بخصوص الدكتوراه فقد تم الترشح لهذا الطور أيضاً عبر الأرضية الرقمية المخصصة لذلك، وجرت العملية في عمومها بسلاسة، حيث سجل أكثر من 6380 طالب، سجل أكثر من 6380 طالب يتوزعون على 719 عرض تكوين مؤهل يشمل 1984 تخصص. وفي مجال التكوين فيما بعد التدرج في العلوم الطبية فقد تم تسجيل أكثر من 3000 طالب في التكوين الإقامي في الطب والصيدلة وطب الأسنان. وبذلك فإن القطاع قد استقبل هذه السنة إذا ما أخذنا في الحسبان تخرج نحو 350,000 طالب في التدرج، منهم 222,000 خريج في طور الليسانس الأمدي و 120,000 في طور الماستر على إثر السنة الجامعية المنصرمة 2017-2018، تعدادات طلابية إجمالية تتجاوز 1,693,000 طالب، أي الآن يوجد في القطاع 1,693,000 طالب يتوزعون على الأطوار الثلاثة للتعليم، أي الليسانس والماستر والدكتوراه، تؤطرهم هيئة تدريس قوامها 63,950 أستاذ باحث، 63,950 أستاذ باحث، أي ما يعادل نسبة تأطير بيداغوجي تقدر بأستاذ واحد لكل 26 طالب، علما أن هذه النسبة مرشحة للتحسن بالنظر لتخصيص نحو 3,000 منصب جديد مالي برسم السنة المالية 2018 لفائدة توظيف أساتذة باحثين جدد. هذا إذا استعملنا مقياس الأساتذة الدائمين، لكن إذا أضفنا إليهم الأساتذة المؤقتين والأساتذة المشاركين فإن نسبة التأطير تتقلص إلى حوالي 22 طالب لكل أستاذ، وهي نسبة مقبولة عالميا. على صعيد هياكل الاستقبال فقد استلمت المؤسسات الجامعية مع مطلع الدخول الجامعي الحالي 53,200 مقعد بيداغوجي جديد، من بين 67,500 كان منتظرا استلامها، لترتفع بذلك قدرات الاستقبال الإجمالية للشبكة الجامعية إلى 1,438,000 مقعد بيداغوجي طبيعي بلس فيزيك، مما يسمح باستيعاب كل التعدادات الطلابية إذا ما تم تشغيل كل مقعد مادي واحد بمعدل أدنى قدره 1.2. أما بالنسبة لقدرة الإيواء فقد تم استلام 23,000 سرير جديد من بين 45,000 كان منتظرا استلامها، وبذلك بلغت قدرة الإيواء الإجمالية أكثر من 607,000 سرير على المستوى الوطني. وكان لابد من ذكر هذه الأرقام حتى نعطي صورة للسادة ممثلي وسائل الإعلام وأيضا للرأي العام لكي يعرفوا هذه الأعداد وكيفية التكفل بها.